مبسوطة كثير بالأغنية لأنه مبسوطة عم بشتغل مع روح جديدة. يعني محمد حمزة أول عمل له، شاب صغير بعده بالعمر، ليعطيني هالأغنية اللي أنا كنت عم دور عليها. يعني أنا من بعد شو سهل الحكي عم ندور على كلاسيكي حلو. سلفانا مولا هي مخرجة الكليب. انبسطت لأنه قلت لك شغلة، أول شيء البنت مع المخرجة غير لما بتكون مع المخرج. يعني البنت تبقى عينها أوضح لأنه بتلغي فكرة أنه هي مخرجة، بتصير بتدقق على شعري، على مكياجي، على لبسي، على حركاتي. بس انبسطت أنه كان الفيدباك كمان للوك، أنه قديش طالعة بنت مهضومة وحلوة وبدون ما خليك تحس بنشاز بعينك. يعني أنت بعدك عم تشوف صورة بنت كتير مرتبة، عم تحب حدا بطريقة كتير مهذبة. وغير هيك سيلفانا كتير مريحة بالشغل. يعني أنا مثلاً ما سمعت صوتها كل الوقت، ما في بعض المخرجين بتلاقي عم يصرخ وبيوتر الفنان، بالرغم أنه نحن كنا عم نصور الكليب بدرجة حرارة. آخر مشهد الفستان الأبيض كان درجة حرارة صفر، والحمد لله بس نزل الشغل وشفت العالم شو عم تحكي، حسيت أنه أنا دفي جسمي بهالنجاح الحلو اللي أنا عم بحصده اليوم. وين ما عم تبرم عم تقول رويدة عطية، إن كان بالتي في، إن كان بالإذاعات، إن كان بالصحافة، كان أي انترفيوز على التلفزيون. في تكسيف للاسم لأنه كان في عندي مرحلة منيحة غياب، فيفترض أني أنا كسف وجود لإلي بهالفترة لبعدين صير أنا أرتاح أنزل بين فترة وفترة. والسنجل يعني طبيعي أنه كل 3 أشهر. عبالك فيرست دانس قريباً؟ عم بتفكري فيها؟ لا لكن دغري صراحة النجاح أهم من أي شعور ممكن تحسه بالحياة، أحلى بكتير. شعور الحب بيبقى له مدة، أول شهر شهرين ثلاثة بتكون أنت واو قلوب عيونك كل الوقت، بعدين بينقضى الحب، بيبقى في احترام، في تتعود عليه كذا، فجأة تلاقي حالك تركت. بس النجاح بيبقى عايش مدة زمنية أكتر للنجاح اللي بعده، فبتضلك عايش بسعادة، بتحس براحة، بتحس بأنه أنت عم تقدر تحقق شيء. أهم ما أنك هلأ ماني بوقت أني أنا أجمع كل حلمي ونجاحي مع شخص، ولكن ممكن بكرة ألتقى بشخص وقلبي يدق وحط له فيرست دانس كليب بعته يا هدية. طب ما بعرف يعني. بتعرفي أنه في ناس بلبنان وبرات لبنان بس يقولوا رويدة عطية بفكروكي حدا مزوج وعنده حياة مستقرة، ما بيعرفوا أنه أنت بعدك تحت نصيبك؟ إيه، لأنه لك شغلة أكيد أنت بتعرف يعني أكثر مني بالفنانين وكذا، أنه أنا جدا بيتوتية، فهذه الصفة طلعت علي صفة أني أنا شخص متزوج. لهيك أنا إضافة للإشاعة اللي طلعت من فترة، إيه، والإشاعة اللي كثير نحكى عنها، واللي أنت ما كنت يعني اللي ما كان كثير واضح لا نفيا ولا تأكيدا، يعني ما كان عم بيكون واضح صح. صفحة وطويطة من عمري ولا فهيك أفضل أنه ليك كل شيء قديم. حطيت ما حقلك حطيت بلوك، لا يعني أنا خليت مثل ستار بس ما حقفتحه أبداً.